مسخة عليكم، اهلا بكم في قناتي حلويات واطباق ليمن. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم يعني بخير على خير. طبق جديد ويوم جديد. اليوم درت لكم طاجين الزيتون يعني بالجزر. يعني شوفوا المرقه راهي خطره هكذا، بريزونتيوها مع الخبز الكسره، تجي هايله تجي هايله جايله. هذا طاجين الزيتون يعني جربوه، ما تندموش بطريقتي الخاصه، يعني لذيذ جدا. مرقه تجي خثره ما تجيش يعني خفيفه، تجربوه ما تندموش مع هكذا تاع كسره تاع الله الله ديري في الدار الكسره تاعك. اذا نبداو كيفاش نديرو. اذا الحاجه الاولى لهنا عندي الزيتون، زيتون لهنا في الليل بيتو في الليل، درتو في الماء بيتو باش يعني تروح يعني هذيك ولا عنده مواد حافظه. وبعد غليتو ثلاثه مرات في لازم تغليه ثلاثه مرات باش تنحيلو هذيك المرقه تاع الماء المالح. لهنا نجيب قدره تاعين، دير الزبده، تحبي ديري الزيت ديري الزيت. انا درت شويه الزبده شويه زيت نباتي. لهنا نجيب الدجاج تاعي، لهنا الدجاج على حساب افراد العائله، لهنا الدجاج يعني حسب يعني النومبر دو فامي بيان سور. نقليو تخي بيان الدجاج تاعنا، نخليه يتقلى مع الزبده والزيت. لهنا سكرفشت بصله كبيره مع الثوم كبيره سكرفشتهم، نزيد لهم الدجاج تاعي باش يتقلاو مع بعض هكذا، نخليوه يتقلاو. لهنا كما قلت لكم الزيتون لازم تغليوه ثلاثه فوا ثلاثه مرات وتخلصوا من هذاك الماء المالح وتغليوه ثلاثه مرات. لهنا ندير جوج وليقات تاع روند اللي تعطيني ذوق، ونخليوه يتقلى على النار يعني معتدله، نخليه يتخلى مليح الدجاج تاعنا مع البصل والثوم باش يعني تجي ماكله بنينه. لازم لهنا قطعت جزره كبيره قطعتها هكذا، لازم نديرها طيب مع الدجاج تاعي والبصل. يعني الاكل لهنا الماكله يعني كي تكون تحبي تكوني لذيذه لازم يعني تكون النار هاديه باش تطيب الماكله على خاطرها، لازم يعني النار تكون معتدله، يعني ماشي تقولي يلا نطيبو باش، لازم يعني الطبق تاعك طيبيه ب يعني بهدوء، يعني النار هاديه تيسم. لهنا بيان سور غليت الماء باش نمرقلو بالماء السخون، لازم لهنا نغليو الماء باش نمرقلو. لهنا بعد ما تقلى لي الدجاج تاعي كامل، نضيف يعني طماطم كبيره هكذا، لا طوماط كبيره سكفشتها تهني، نزيدها لهذا الطبق. يعني هذا الطبق يعني مليح في رمضان ايضا. نخليوه تهني يتقلى على غطو. لهنا ندير توابل، درت شويه تاع فلفل الكحل، فلفل اسود، درت شويه سكنجبير يعني بنه للطبق تاعنا تاع الزيتون، ودرت شويه تاع الكركم. الكركم على بالكم بنين في الطاجين الزيتون تاعنا، يعطينا يعني اللون الرائع اللي نحبوه. ونتقل يعني ونحركوا التوابل باش يدخلنا في الدجاج كامل. ونخليوها يتقلى على غطها تاني يطيب على غطو. لهنا نضيف شويه تاع ملح، لهنا الملح يعني حذر الملح، انا درت شويه فقط تاع الملح ماشي بزاف، لان كما نعرفوا الزيتون مالح. ديري شويه وذوقي شوفي ولا يعني المرقه تاعك خاصه ملح زيديها، بالك فقط الملح لهنا يروح لكم الملح، ديروا بزاف وتحصلوا عليه. لهنا ندير شويه فقط تاع القرفه بيان سور، كما ولا عندك هذاك عود تاع القرفه ضيفي العود تاع القرفه، ولا ما عندكش كيما انايا درت بودره قرفه بودره شويه برك تاع يعني واحد المذاق رائع جدا. لهنا نبدا نمرق، ندير هكذاك حوالي كاس سخون يعني غليته، لازم يكون يعني ماء سخون جدا. نخليه هكذا كما نعرفوا ان طاجين الزيتون ما يحبش بزاف الماء، باش يعني هكذا يكون ماشي هكذا كي يكون يعني بيان
يعني يكون يعني معتدل فقط في الماء في قدرة تاعنا، ماشي مع مطمة. لهنا نضيف الكأس الثاني ماء سخون، نخليه يطيب على مهلو. على نقفل القدرة تاعي ونخليه يطيب على مهلو. لهنا درت فارينة مع الكومونديغاش فارينة وزيت الماء هكذا باش يعني تجينا خثرة. تحبي ديري الماء ما وما مع الفارينة، ما تحبي ديري إن شاء. لهنا بعد ما درت إذا نجيب الزيتون تاعي نصبه كامل على القدرة تاعي. الزيتون تاعي بعد ما غليته يعني بعد ما غليته بيت في الليل نخليه هكذا ونغلق ويطيب على مهلو بيان سور ثاني. اذا نغطيو عليه ونخليه يتقلى خبيا. حنا بيان سور نحتاجوها يعني شوفون صوص تكون خضراء وشهيه طيبه. على بروشان ان شاء الله، الى اللقاء.